استقرينا جينا على هذا البيت المدمر مثل ما انك شايف بيت مدمر حاولنا ننظف فيه قدر الامكان ونسكن فيه حتى هذا البيت اللي قاعد فيه المدمر اجى صاحبه وسالني على البيت قلت له والله هيك نظفناه فقال لي انه خلص خليك بالبيت هلا خليك لا حتى بس اطلبه منك تطلع منه كلياتنا بنحب نكون ببيوتنا وبلدنا بس يعني ظروفنا جبرتنا انه نقعد ببيت مو بيتنا يعني هلا حتى نحن البيوت اللي تركناها ناس غيرنا قعدت فيها يعني كلها هيك الظروف على كل اهل سوريا ما بس نحن في بيت ابن خالي في جماعه غريبين ساكنين فيها ما عم يطلعوا حاليا قلت له روح اشتكوا بيطلعوا يعني جماعه اهل غوطه جماعه كويسين يعني بيتفاهموا معهم بس في منهم ما بنعرفه اي والله